نعم. هل كبد الجزور ولبن الجزور ينقض الوضوء كما ينقض؟ أي سؤال عن الكبد ولا عن اللبن؟ لبن الجزور هل ينقض الوضوء كما نعم. ينقض اللحمة؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نتوضأ من لحوم الإبل، وسئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إن شئت. فالبعير كل أجزائها ناقض الوضوء، الكبد والرئة والطحال والأمعاء والكرش وغيره. اللبن يرى بعض العلماء أنه ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، لكن أكثر العلماء القائلين بنقض لحم الإبل يقول هذا على سبيل الاستحباب، ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الوفد من عرينة أو جهينة أصابهم مرض المدينة واستوخموها، فقال أخرج إلى إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم حديث عهد بإسلام. قالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمرهم بالوضوء مع أن احتمال الجهل فيهم كثير يدل على عدم نقض الوضوء بلبن الإبل، ولكن إن توضأت فهو أفضل. نعم.